حلوه. قصر حسك هذا بيت المعلم سبيت اللي بيدلك على الراي الصحيح في مشكلتك. الحين جالسين نحرصه بعد ما حرف اللي ريده. احنا مين بزار الدار وشرف المقدار وارخى الستار بدون غبار. اجلس يا شباب وارخي الثياب وتكلم بدون ارتياب وقول ما في الالباب. هذا الشاعر مثل سالم احسك. العم سبيت ما تقول العم عشان ما يصير الهم مثل الغم والماي مثل الدم. نعم نعم يا معلم سبيت. كيف صار موضوع صديقي راشد؟ راشد يشوف الحاسد ويكون ناقد على مشروعه معاند. ها زين والحل؟ الحل تشوف العين وحتى يروح الحسد تاخذ هذا الحرس الزين. بغيت اعرف استقيل ولا لا؟ توكل واستقيل وعن هذا الرأي لا تميل. ومشروعه بينجح كله بإذن الله وهذا الحرز بيساعده. زين وهذا الحرز بكم؟ لا تقول بكم. هذا يجيب الهم ويضيع علي ما تم. كل ما زاد حقق الحرز المراد. ما زاد لا بالنحس ولا عاد. مبروك يا راشد غاب عنك الحاسد. أنا عندي موضوع شوف اللي بتوفق فيه ولا لا. ها بيصير بيصير. يوم الفوز موجود لكن الطريق يا ولدي مسدود. واش كما اتفقنا يا معلم سبيت الخير يعم على اهل البيت. واي